هذا المجال يعني. وميلة الرأس ليش؟ يعني هي انحناء إلى الله سبحانه وتعالى، والدوران هو أنه الكواكب كلها هي تدور حول شيء معين، ويعني مسائل يمكن يعوزوها إلى مواضيع فقهية هم يؤمنون بها. عندما تسمو النفوس وتهيم شوقا، فيدور من يناجي ربه عكس عقارب الساعة كدرر الكواكب في الأفق، ليترك عالم الأوهام إلى عالم الأحلام، حيث الأرواح تتآلف لا تربطها بالواقع غير مسمع ودف وناي. وما شنو كانت وسائلهم؟ هي الدفوف، وبالذات آلة الناي كانت مرافقة يعني لأدائهم، وكانوا يجتمعون مجموعة، يعني ليس شخص واحد كان يغني. طبعا كانت ترافقها أيضا طقوس. لا إله إلا الله وأوراد لا إله إلا الله أثرت بقلوب أهل التصوف خاصة، وأخذوها وردا لهم. لا إله إلا الله يعني يأتي أوراد عقب كل صلاة.